السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبي كوينزات على جميع الأجهزة المشغلة لفيفا 14 وبسعر رخيص، ولما تستخدم الكود اللي بالدسكريبشن راح يكون أرخص وأرخص. شيك على موقع فيفا كوينز 14. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف شباب، شلون معكم طلع كلر اللي يجي لكم الحلقة الثالثة من الطريق إلى القمة. أتمنى تعجبكم الحلقة هذه. الحلقة هذه راح ألعب بالتشكيلة الأسبانية اللي مثل ما شفتوا، الهجوم نيمار، بنزيما، الكام، ميسي، بس راح اغيرهم، راح اخلي نيمار كام وميسي هجوم. اتمنى تعجبكم الحلقه هذه وتنال رضاكم، واعتذر اني طولت شوي على السلسله هذه، يعني تقريبا اسبوعين ما نزلتها كلها، نزلت تشكيلات. ويلا خلونا نبدا. يا ويلك منا، وش تشكيلته هذا؟ الهجوم عنده ايتو، يمين عنده نفاس، عنده فليني، فلين هذا عنده، ديفيد ليز عنده، لكن صدقني باصقعك. ان شاء الله ان شاء الله اليوم راح اخذ ديفجن الرابع باذن الله، راح ادخله يعني. يلا بسم الله. هلا والله. يلا ندق الحين، يلا نبدا برفع الضغط شوي، ندقدق شوي، نرفع من فوق، يعني هبل بن شيء يسوي مهارات. يا سلام، يا الله، يلا يلا نطقطق عليه، يلا يا الله. فن حجر له يا سيد رومس، حجر له يا مرسلو، مرسلو، لا لا غير، لا 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 لا، اوه لا جيبها جول. خذها كبير يا نيمار، كبير، خلها لميسي، خلها لميسي، ميسي، بنزيما، 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 جول جول. ياخذها بنزيما، شو وضعه حتى هنا؟ يلا يا بنزيما، يلا يلا يا دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، ناول ميسي، 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 مين فاضي؟ ما في احد، ميسي يرفع، جول بنزيما، يا رباه، يا سلام يا بنزيما، يا الله، عندك ميسي، عندك بنزيما، يا سلام، تصقحهم، تصقحهم يا كبير يا بنزيما. لا لا يمر منك، ليش يا توران؟ كبير، كبير يا بكي، كبير، لا، يا نكبة يا مرسلو، مرسلو كفو كفو مرسلو، يا نكبة يا مرسلو، لا يرفع، امسكه، امسكه، لا يرفع، لا، لا امسكه، يا الله، بالله تجيب علي راس، بالله يجيب علي راس يا مرسلو، تخليه، طيب اوكي، اوكي، انا اعلمك الحين، يلا سريع ميسي، يا سلام، يا سلام، بس لا ياخذه منك، رجعها ميسي، احشر يا بنزيما، كفو، كفو، خذها بنزيما، دز، دز، ارفع ارفع اصبر انت، ميسي دز، اخلص، ميسي، ميسي، اقسم بالله يا ميسي انك دلخ يا شيخ، بلا ضيع ضيع. يلا يا بنزيما، يلا يا بنزيما، ناول ميسي، والله يا بنزيما ما قصر، انه مبدع يا شيخ، بس ميسي ذا اليوم ما ادري سالفته، يا سلام، تيد لويز كالعاده محجر لي، يلا، يلا ميسي، ميسي سحب فيه، يا سلام، يا سلام على الجره، يا الله جود. يلا، يلا يا توران، يلا يا توران سحب فيهم، لا لا ياخذها، يا سلام عليك يا توران، ولا تلوموني يوم اشتذي اللعب، ويا رباه يا ميسي. شوف النقلة من الأساس، نقلة واحد فكر، حلو نقلة واحد فكر، أي ما مشوا مشوا، نقلة فكر والله. شوف توران، شوف ميسي على الشوطة، يلا يا ميسي، يلا يا ميسي، ارفع يا ميسي، أعطيها يا توران، يا الله، والله مبدع يا توران ومبدع يا ميسي. شوف لما يمكن يقول ميسي يلا بردها لك يا تران، هذه الرفعه اللي رفعت لي اياها برد لك اياها يا تران، يا كبير يا تران انتم ميسي مبدعين، وانت تمسك راسك عندك، شفت قدامك ميسي اكيد تمسك راسك. هارد لك يا عزيزي، هارد لك الصراحه، كنت انا استحق الفوز الصراحه، انا كنت فنان ومبدع، ونشوف افضل لاعب الحارس، الحارس يا بطل. نشوف سكيلته، بنزيما، دي ماريا، فابريغاس، الفيس، نفس تسكيل تقريبا، مو كلهم يعني، في ثلاث لعيبه بس لنفسهم واربع، لكن صدقني راح اصقعك باذن الله. هذه المباراه اذا فزت فيها خلاص راح اوصل فيها ديفجن 4 باذن الله اني افوز فيها، لكن اذا خسرت في مبارتين باقيت لي او ثلاث تقريبا يعني عادي، لكن ان شاء الله راح افوز، راح افوز، راح افوز. يلا بسم الله، يلا يا مرسلو، اوفر يا مرسلو، ميسي، ميسي يا سلام يا اخي، مجنون يا ميسي، والله يستحق المليون ونص، والله لاعب مبدع، اكيد اكيد انه يستحق يعني، ما يبغى له شيء، دقه وراح اصيعك صدقني، قلتها من البدايه انا. اوكي نقزها من فوقي، انا ما احب رفعات والله ما احبها، فكونا يا شيخ.
اصلا هذا الحارس مبدع. يلا سحب 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 يا نيمار. يلا يا بنزيما. اوه ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء. يا سلام يا بنزيما كبير. من اللي شوت؟ من اللي شوت؟ تشافي نصو والله تبطي تشافي الصراحة. يعني أنا أبغى أثق البلنتي هذا وأبغى يكون أفضل لاعب ميسي. يلا ميسي ميسي يلا. وين تروح يا كاس ياس؟ وين تروح؟ نشبك ولا تشبكنا أنت صدها؟ لا يا سلام شبك ميسي ما يعني كالعادة يعني كبير يا ميسي. عطى تحية كريس. تحية كريس إن شاء الله بيجي الدوم معك بإذن الله. بطل يا ميسي بطل. أصفق أنا لك يا كبير يا ميسي. زحلط يا كفو. بنزيما نيمار سحب جرة 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 شوت شوت شوت. يا سلام جول نيمار. والله يا مبدع والله يا نيمار انك فيري جود. لا 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 انا اترككم مشكلتي الراس. يلا عشان تبيض وجهك بهدف. يلا هذا اصلا انا اعطيتك اياه احمد ربك. نيمار ناول مناولة سريعة. بنزيما بنزيما انت والمرمى انت ضميرك نقز الحارس. يا سلام اربع. انا اقول لكم راح اصلخه. انا اقول لكم اني راح اصلخه يا كبير يا بنزيما. والله فريق مبدع يا سلام عليك. وانتهت المباراة بفوزي. انا اقول لكم راح اصقع الفريق اللي قدامي. اقول لكم اني راح اصلخه. يا سلام 4-1. بس هيك عندي اتمنى ان عجبكم المقطع. لا تنسون تضغطون زر لايك ومفضله وتشترك معنا اذا ما كنت مشترك. وسولي فولو بالتويتر والانستغرام يعني تروني فله زي كذا. والبن حق بالدسكربشن. واي طلب استفسار ليردك الكيبوردك. وكان معكم طلع كيلر واخذنا الديفجن الرابع ومع السلامه.